بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا بطلاب الصف الرابع الابتدائي منهج الترم الثاني الوحده السابعه كنا قلنا الكلمات الخاصه بالوحده السابعه اللي نزلت في كتاب المدرسه النهارده ان شاء الله بعمل لك امتحان الكتروني عباره عن صور وبجيب لك عليها اسئله متنوعه وانت بتحل الصور دي هتحس انك كانك بتلعب وفي نفس الوقت بتحفظ الكلمات وبتشغل ذهنك وبتنشط الذاكره يعني مثلا على سبيل المثال زي ما انت شايف قدامك السؤال الأول جايب لك الكلمة من فوق بيلدينج ومطلوب منك إنك تعرف أي واحدة من الأربع صور دي هي كلمة بيلدينج تمام؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني كلمة فيليج هتتعرف عليها هنا وهتختار الإجابة الصحيحة من الأربع خيارات يا ترى فيليج هي نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا نمبر 3 ولا نمبر 4. بعد كده فيردل سويل اللي هي عبارة عن إيه؟ من الأربعة الموجودين قدامك بعدين كلمة temperate temperate أي واحدة في الأربعة دولة بعد كده بغير لك نوعية السؤال تماما بجيب لك أربع كلمات وبقول لك reorder يعني هترتبهم طب هترتبهم إزاي أول كلمة عندك مثلا مكتوب لك كلمة desert بعدين number two city بعدين building بعدين environment يا ترى ترتيبهم هيكون ازاي أنا عندي مثلا هنا في الصور كل صورة مرتبطة برقم فهل الترتيب بتاعهم ديزرت بعدين سيدي بعدين بيلدين بعدين انفايرونمنت هيكون اربعة تلاتة واحد اتنين ولا اربعة تلاتة اتنين واحد ولا اربعة واحد اتنين تلاتة ولا اربعة اتنين واحد تلاتة؟ طب أنا هعرف ازاي كل صورة جنبها الرقم بتاعها فانت مثلا كلمة ديزرت فوق اهي ديزرت هنا نمبر فور يبقى عارف كده عرفت من الرقم ده ان اول كلمة عندي هيكون الرقم بتاعها رقم فور نمبر فور او رقم اربعة فانت هترتب على هذا الاساس خلاص السؤال اللي بعده نفس الطريقة جايبلك لك كلمات تانية بصور مختلفة adapt و river و مطلوب منك تاخد الترتيب الصحيح ليهم وتختاره من هنا من تحت بعد كده عكست لك الموضوع جبت لك الارقام وانت بقى هترتب الكلمات يعني هنا جايب لك اتنين تلاتة واحد اربعة بص كده في الصور هتلاقي اهي كل صورة جنبها الرقم بتاعها طيب ترتيبهم كده هيكون ازاي هيكون crops climate mountain verdil soil ولا crops climate verdil soil mountain وهكذا هتشوف انت كل صوره الرقم اللي جنبها ايه وبناء عليها تختار ترتيب الكلمات على حسب الارقام اللي انا مديها لك في السؤال والسؤال اللي بعده بنفس الطريقه اهو واحد 2 تلاتة أربعة وانت هتشوف ترتيب الكلمات الصح ايه على حسب الارقام اللي فوق يا ترى هتكون forest desert too cold temperate ولا الاختيارات التانية شغل دماغك وتمسك ورقه او قلم كده وانت بتحل علشان تعرف تحل صح بعد كده جايب لك سؤال توصيل وبقول لك من فوق which one is correct يعني اي صورة من دي هي التوصيل الصحيح انا بجيب لك اربع صور كل صورة فيهم فيها اربع صور واربع كلمات وموصل لك الكلمة بالصورة هتلاقي في كل صورة غلطة كل صورة فيها غلطة ما عدا صورة واحدة بس التوصيل بتاعها كله صحيح هتتعرف على رقم الصورة يعني الصورة دي نمبر 2 دي نمبر 1 دي نمبر 3 دي نمبر 4 يا ترى الصورة الصحيحة فين هتختار الرقم بتاعها بناء على الرقم الموجود بالأحمر ده يعني هنا مثلا الصورة الأولى مكتوب عندها نمبر 2 هنا اللي بعدها نمبر 1 بعدها نمبر 3 نمبر 4 تمام مين فيهم الصورة اللي ترتبها أو توصلها صح هتاخد الرقم بتاعها مثلا مثلا يعني لو هي نمبر 3 مثلا يبقى هتختار الاختيار الثالث اللي هو ده على سبيل المثال خلاص بعد كده هترتب السؤال العادي بتاعنا جايب لك الصوره وجايب لك الكلمه متلخبطه وانت عليك انك ترتبها هتكتب الاجابه بتاعتك هنا ممكن تكتبها سمول ممكن كابيتال ممكن لو انت الموبايل بتاعك بيكتب اول حرف كده تمام بيكتبوا كابتل عادي مفيش أي مشاكل أنا عامل لك كل الأوبشنات دي كل الاختيارات موجودة بحيث إنك لو كتبت حتى الحروف كلها سمول أو كلها كابتل أو أول حرف كابتل والباقي سمول برده كل النتائج هتطلع معاك صح أهم حاجة إنك ترتب بس الكلمة ترتيب صحيح تمام بعدين يعني هنا دي أويسس اللي هي الواحة بعدين عندنا كلمة هات تمام هترتبها بعدين عندنا كلمة سايل بعد كده جايب لك كلمة environment يعني يعتبر هي دي الكلمة الطويلة الوحيدة اللي هي طويلة شوية في الكلمات اللي جبتها لك كلها بعدين سؤال true or false جايب لك الصورة وتحتها الكلمة يا ترى هل الكلمة دي مظبوطة تناسب الصورة ولا لا هتختار واحدة من اتنين يا true يا false ونفس الصورة اللي بعدها كذلك جايب صوره وتحتها كلمه ماونتن يا ترى دي صح ام خطا حل الامتحان بس لازم تكون حافظ الكلمات كويس الاول قبل ما تحله وان شاء الله هنزل لك اول ما ينزل المنهج باذن الله هنعمل امتحانات الكترونيه على كل درس على كل الكلمات لو عجبك النوعيه دي من الامتحانات قول لي في التعليقات وان شاء الله هننزلها تباعا تحياتي ليك ياسر الكلاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته